وللوقوف عند هذه الذكرى والإرث الذي تركه الرئيس الشهيد، ينضم إلينا مباشرة القائد السابق للقوات اللبنانية الدكتور فؤاد أبو نادر. دكتور أبو نادر، مساء الخير. يعني ماذا يعني 23 آب في الوجدانين اللبناني والمسيحي؟ تفضل دكتور. أربعين سنة بعد عملية الاغتيال واللي خسرنا فيها بشير ورفاقه، بدي أقول اليوم ليلي اغتلوا لبشير أنه أنتو يلي خسرتوا وبشير يلي ربح، لأن من بعد أربعين سنة صار في 60,000 بشير جميل اليوم عم بيحكوا وعم بيناشدوا وعم بيطالبوا بحلم بشير، بأفكار بشير، بمشاريع بشير. هل لبنان اللي كنا بدنا نعمله كلنا سوا مع المسلمين بلبنان حتى ال 10452 كيلومتر مربع يصيروا وطن الحلم لكل اللبنانيين، يصير في مواطن لبناني بكل معنى الكلمة، يكون ولائه فقط للبنان. وهيدا الشيء اللي اليوم أنا عم شوفه عم يتحقق بالرغم من كل الصعوبات اللي احنا عم نعيشها اليوم. دكتور أبو نادر، يعني من منطلق الصعوبات والتحديات الكبيرة يمكن المصيرية يلي عم بيعيشها اليوم لبنان، هذه الذكرى العبرة منها التنفيذية والعملية لكل من يخضع لهذه التحديات وخاصة الشباب اليوم دكتور أبو نادر؟ أنا بدي أقول لك شغلة، أوعى يفكروا الشباب اليوم يلي الوضع اللي عم نعيشه اليوم إنه أصعب بكتير من الوضع اللي كنا عايشينه عيام بشير. عيام بشير كنا عايشين القهر والتعب والقصف والدمار والخراب، ومع كل هيدا نحن صمدنا وانتصرنا. واليوم كمان إذا بنرجع بنحط إيدينا بإيدين بعضنا فينا نرجع ننتصر ونحقق الحلم تبع بشير. الحلم تبع بشير هو إنه حقيقة نقدر نحن نعيش بهالبلد رفعين راسنا، يرجع يصير في عنا فخر الانتماء للبنان، هالفخر الانتماء يلي عم بيحطموا لنا اياه كل يوم او عم يجربوا يحطموا لنا اياه كل يوم. انا برايي وهيدا الشيء اللي بدي اعطيه اليوم للشباب، خلينا نطلع لقدام، ما بدنا نطلع لورا، ما بدنا نطلع على المصايب اللي صارت فينا، نحن فينا نرجع نوقف على اجرينا ونرجع نحقق الحلم تبع بشير. وحتى لو كانت هالدولة المركزية هيدي، هالدولة المركزية اللي هي كانت كلها احباط وكلها فشل هي موجودة، نحن فينا نتخطيها حتى نرجع نحقق الشيء اللي نحن بدنا اياه. ونحن بدنا نرجع نعطي لاولادنا وطن يكونوا عايشين فيه مع شركائهم بالوطن، يكونوا رافعين راسهم ويكونوا فخورين فيه بكل ساعة وكل دقيقة. شكرا للقائد السابق للقوات اللبنانية الدكتور فؤاد أبو نادر.